ما بك أيها الخادم؟ كان عليهم أن يطردوك من الخدمة. هيا أبلغ عن وصولي. ما أعجبك أيها الخادم؟ أنت أبلى دون شك. كيف تعلن عن وصولي وأنت لا تعرف من أنا؟ بل أعرف. سامي عبد السلام. كيف عرفت؟ إني لم أرك قبل الآن. اذهب واعلن عن حضوري. ولكن ما هذه الضجة؟ إنهم يتشاجرون. لا يهم، أعلن عن حضوري. حالا. ستتزوجها طمعا بالمال الذي يقدمه لك منصور. تلك هي الحقيقة. أمال اهدأي اهدأي. كيف أهدأ أيها الشقي؟ كيف؟ عفوا الآنسة سامي عبد السلام. ألا أسمع كلمة ترحيب؟ أهلا بك يا عزيزتي. أخيرا ظفرت في الدخول. سامية، يسعدني جدا أن أستقبلك في بيتي. ألا تقدمني إلى والدتك؟ أمي، إنها سامية. أهلا وسهلا. شكرا. الحق لم أكن أتوقع مثل هذا الاستقبال. أين بقية أفراد أسرتك؟ إنهم في الخارج. وأين المستأجرون؟ علمت أنكم تؤجرون أماكن للسكن. لدينا مستأجران فقط، ومنهما هذا السيد الذي تراه. هذا سيد ومستأجر؟ أجل. عجبا. إذن دعيني أقدم لك هذه الشخصية الظريفة العجيبة. إنه السيد عادل مراد، مستأجر جديد وقدم من سويسرا منذ أيام. أحقا؟ لقد ظننتك خادما. أليس هذا ظريفا؟ إنه شديد التواضع. ولكنه عجيب حقا. لماذا لم تخبرني أنك لست خادما؟ أني آسفة، بل كان عليك أن تصحح خطأي. دهشت من رؤيتك فجأة أمامي، لم أكن أتوقع رؤيتك هكذا. ولكن كيف عرفت أني سامي عبد السلام؟ رأيت صورتك. هكذا إذن، يبدو أنك ذكي جدا. من مجرد رؤيتك للصورة عرفتني؟ كنت أتخيلك هكذا. كأنني سبق ورأيتك قبل الآن. متى وأين؟ لست أدري، ربما في أحلامي. الحق إنك شخصية ظريفة. الآنسة سامي عبد السلام، وهذا مستأجر آخر ويدعى عماد. هل أنت من نزلاء هذا البيت يا عماد؟ كما ترين. أيها الماكر، لم تذكر لي هذا من قبل. ها أنت تعرفين، وها أنا أرحب بك. ولكن من السيد؟ لعله المستأجر الجديد. لقد سمعت عنك من سعد. أجل أخوك سعد ذكر لي ذلك. ولكن علمت أنك أبله. أصمت، لا شك أنه مهذب جدا. إني آسف جدا. لا بأس، إنه يذكر الحقيقة.
عجيب.